يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. داخلين على بدايات سنة جديدة إن شاء الله، يا رب تكون سنة حلوة عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، وهنكون معاكم في السنة الجديدة، وطبعا لسه مكملين مشوارنا معاكم في رحلة الكتاب. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة دايما يا رب. عشان كده احنا النهاردة قررنا ان احنا نعمل لكم حلقة خاصة عن حصاد الكتب الإصدارات في 2022. الحقيقة انها سنة كانت مليئة بالأحداث الثقافية المهمة والكتب الجميلة والكتاب المتميزين، استمتعنا معاهم على مدار سنة كاملة، رحنا مع بعض رحلة في عالم الكتب والروايات، عشنا أحداثها وتفاصيلها بكل تفصيلة فيها. عشان كده النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة شوية. هينورني النهاردة ضيفي الأستاذ مصطفى طاهر، المحرر الثقافي لبوابة الأهرام ومدير تحرير مجلة فنون بالهيئة العامة للكتاب في استوديو يحكى أن. هنتكلم معاه عن حصاد الكتب، أهم الأحداث الثقافية ل 2022. بس قبل ما استقبل ضيفي، تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير بس سيلر اللي زي ما حضراتكم طبعا متعودين عليه، ولكن السنة دي أو المرة دي احنا هنعمل تقرير بس سيلر مش لأسبوع ولكن لسنة كاملة. في سنة كاملة في 2022، تفتكروا ايه أكتر الكتب اللي حققت مبيعات؟ ايه أكتر الكتب اللي بجد كانت إصداراتها محققة نجاحات كبيرة جدا؟ تعالوا نشوف مع بعض تقرير البس سيلر ونرجع لحضراتكم على طول. مع اقتراب انتهاء عام 2022، يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً خلال عام 2022 بين التنمية البشرية والترجمات الأدبية والروايات وكتب التاريخ والسيرة الذاتية. تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب فن التأثير في الآخرين للكاتب باتريك كينغ، وهو من ترجمة منار محمد، ويتحدث الكتاب عن سر الروابط القوية التي تجمع الناس ببعضهم وكيفية أن تصبح شخصاً محبوباً في أي مكان. ولعشاق الرعب جاءت في المركز الثاني رواية نادر فودة 7 للكاتب والإعلامي أحمد يونس، ويمثل هذا الكتاب حالة منفصلة عن جميع ما سبقه من أجزاء تحت نفس الاسم نادر فودة، حيث توجد بداخله أحداث وتفاصيل جديدة ومثيرة وإجابات أسئلة دارت في ذهن جميع القراء. في المركز الثالث جاء أحدث أعمال الكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني بعنوان الحلواني ثلاثية الفاطميين، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. وفي كتب التنمية البشرية تصدر في المركز الرابع كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول الكتاب أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية التي قد تكون ضارة أو مؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها. ويأتي في المركز الخامس كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ولأول مرة يحكي الكاتب عن كواليس كتابته وعن كيفية تطوير منهجه على مدار السنين. ثم يحتل المركز السادس كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. وكان المركز السابع من نصيب رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للروائي الليبي محمد النعاس. الرواية كانت في قوائم الأكثر مبيعاً على مدار الأشهر الماضية، خاصة بعد فوزها بجائزة البوكر لهذا العام. احتلت المركز الثامن رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي، والتي صدرت لها الطبعة السادسة عن الدار المصرية اللبنانية في مطلع العام الحالي، وهي رواية اجتماعية سياسية. في المركز التاسع جاء كتاب مذكرات عزة فهمي تحت عنوان أحلام لا تنتهي، تناولت الكاتبة حكايتها ورحلتها بكل تفاصيلها، كتبتها وحكت فيها حكايات عن حلمها وكيف تحقق بالعزيمة والعمل الجاد. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داود، وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وده كان تقرير البست سيلر. أما دلوقتي بقى هنروح نشوف مع بعض تقرير عن أشهر الأدباء، أشهر المثقفين اللي رحلوا عن عالمنا في عام 2022. صحيح هم رحلوا عن دنيانا، لكن تركوا أثرهم الأدبي، أعمالهم الروائية اللي هتفضل دايما تتكلم عنهم وتذكر مشوارهم وتذكر أسمائهم بكل النجاحات اللي قدروا يحققوها رغم رحلهم. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول. شهد عام 2022 رحيل عدد من الأدباء والمفكرين والكتاب المصريين الذين أثروا الحياة الثقافية بإبداعاتهم ومؤلفاتهم، من أبرزهم الكاتب والروائي مجيد طوبيا الذي رحل في 7 أبريل الماضي، والذي يعد من أبرز الأسماء في جيل الرواد بعالم الرواية. قدم طوبيا روايات عدة، أشهرها عذراء الغروب ودوائر عدم الإمكان وغيرها. وشهد عام 2022 رحيل عملاق من عمالقة الأدب المصري، هو الكاتب الكبير بهاء طاهر راهب الرواية العربية، والذي وافته المنية في 27 أكتوبر الماضي. ومن أهم أعماله الأدبية بالأمس حلمت بك وأنا الملك جئت والحب في المنفى، وتحولت أعمال له إلى مسلسلات تلفزيونية مثل رواية خلت صفية والدير ورواية واحة الغروب. وفي 10 ديسمبر الماضي غيب الموت الناقد الأدبي والمفكر والأكاديمي البارز صلاح فضل شيخ النقاد العرب وحارس اللغة العربية. أصدر فضل خلال رحلته الفكرية عشرات المؤلفات في النقد والأدب، ونال العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة، حلقتنا النهاردة هتكون حلقة عن حصاد الكتب والإصدارات في عام 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين. برحب بضيفي اللي منورني النهاردة في استوديو حكاية، الأستاذ مصطفى طاهر المحرر الثقافي لبوابة الأهرام ومدير تحرير مجلة فنون بالهيئة العامة للكتاب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك معانا النهاردة. وطبعا مبدئيا كده بنتكلم عن حلقة حصاد. كل سنة وحضرتك طيب. وزي ما كنت بقول في البداية، الحقيقة أن هي كانت سنة مليئة بالأحداث الثقافية والإصدارات المهمة جدا اللي عشنا معاها لفترات طويلة جدا. خلينا في البداية نتكلم عن أهم الكتب والروايات من وجهة نظر حضرتك لـ 2022. سنة مهمة بالأحداث والفعاليات، كان فيها تواصل لريادة مصر المستمرة في عالم الكتاب. الحقيقة رغم تحديات سوء النشر اللي بيعيشها العالم، احنا لينا 3 سنوات تقريبا دي مع أزمة كورونا اللي أثرت كتير على طبيعة انتشار الكتاب الورقي، لكن يعني إصدارات 2022 وأحداث السنة، احنا دايما كل سنة بنبدأ بيكون أهم حدث ثقافي في العالم العربي في شهر يناير وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبنختم السنة واحنا بنستعد لمعرض جديد. ما بين السنتين بقى في أحداث كتير بتبدأ بالمعرض وبتنتهي بشغل جديد، يعني هيبدأ بقى روايات تحركنا لده. إحنا السنة دي كان في وجود مصري في قائمة البوكر الروائي طارق إمام مكتبة القاهرة، ده كان من الروايات اللي نجحت إن هي تقدر يعني تعمل حركة بالنسبة للرواية المصرية. والحقيقة إن الإصدارات الروائية المصرية السنة دي برضو أنا شايف إن في زخم، وشايف إن إحنا في فترة تحولات. يعني دي فترة هتبدأ فيها نبدأ نشوف مرحلة جديدة بقى كمان من الأسماء، جيل جديد بيشكل نفسه بقى نجوم الرواية المصرية في الأيام القادمة. هنلاقي طبعا هنلاقي طارق إمام، هنلاقي الدكتور حاتم حافظ، هنلاقي في حاجات كتير وفي مفاجآت على فكرة كانت السنة دي. السنة دي كمان فيما يخص الرواية
تحديدا النهارده كان في السنه دي حدث مهم، وهو تتويج الروائي والكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد بجائزه النيل. جميل. مين من الكتاب الجدد اللي حضرتك شايف ان هم ظهروا في 2022 وان شاء الله يكون ليهم نجاحات في السنين القادمه؟ انا الحقيقه انا شايف ان في كتاب كان برضو مفاجاه كبيره السنه دي، وكان مفاجاه ليا على المستوى الشخصي مع جمال ابو الحسن. جمال ابو الحسن اصدر 300 الف عام من الخوف، واعتقد ان هو طبعا له مقالات مهمه بتنشر في الصحافه المصريه يعني، وانا برضو كنت متابعها من قبل كده، بس الحقيقه ان الكتاب بتاعه يعني حتى استوقف الكثيرين خلال النصف الثاني من هذا العام، ويعني اعاد بقى فكره ان احنا ازاي ان في دلوقتي اشكال، دلوقتي في اشتباكات، في تحديات في الكتابه. فتحديات الكتابه بتخليك انك انت ازاي، امتى ممكن يكون في كتاب موضوعه مهم بس هو يطلع عادي، وامتى بقى تكون كمان موضوعك مهم والكتاب يبقى غير عادي ويبقى شديد الجاذبيه وتنجح انك انت. دي معادله طبعا في منتهى الصعوبه اعتقد. هي دي اصعب معادله، وهي الحقيقه انا دايما بقول حتى للكتاب، حتى الكتاب الجدد، انك انت لازم ان احنا دلوقتي نتعامل، دلوقتي بقى في سهوله في النشر، فانت لازم تتعامل بمسؤوليه مع فكرة الكتاب. يعني احنا في كتب بتاخد مننا سنة شغل، وفي كتب بتاخد 7-8 سنين، يعني في حاجات بتاخد كده. الكتاب مسؤولية، وده حاجة عابرة العصور وهيفضل عليها، يعني هتفضل ملتصقة معاك. فهو الحقيقة جمال أبو الحسن الحقيقة عمل مفاجأة في 300 ألف عام من الخوف، ده أنا بعتبر أنه من الكتب المهمة. من وجهة نظر حضرتك أستاذ مصطفى، أهم المعارض اللي تم تنظيمها على مستوى الجمهورية في 2022 والنجاحات اللي حققتها المعارض دي طبعا برضو من وجهة نظرك؟ طبعا هو الحقيقة أن في دور مهم بتقوم بوزارة الثقافة حاليا في مسألة، إحنا قلنا أن في مشكلة حاليا في النشر في العالم العربي كله. تمام، وفي تحديات خاصة بتسويق الكتاب، وكان في أزمة كورونا حصل فيها إغلاق في خلال من سنتين طبعا. فده احنا ما زلنا طبعا في تداعياته، ما زال في الحذر يعني بيخيم على صناعه النشر على مستوى العالم. الهيئه العامه للكتاب اشتغلت بقى على جزئيه ان احنا عندنا حدث مركزي بيبدا في بدايه السنه، وده حدث مركزي مش في مصر بس، على مستوى الوطن العربي كله. فاحنا معرض القاهره الدولي للكتاب لازم نحاول ان احنا نستفيد من الزخم بتاعه في فكرة إقامة مجموعة من المعارض المحلية ومعارض مرتبطة بالمناسبات، نوصل للمحافظات والأقاليم بعيد، نوصل للأندية، أماكن التجمعات الشبابية. الحقيقة السنة دي كان في معارض مهمة جدا هيئة الكتاب اشتغلت عليها وتم التعاون فيها مع الكثير من الجهات. هنلاقي في النادي الأهلي كان في معرض الكتاب، وانا شايف في المحافظات كمان الحقيقه اهتمام الهيئه بالمحافظات غير القاهره واسكندريه الحقيقه كمان كان السنه دي يعني مهم جدا. انا هقول لحضرتك، هيئه الكتاب احنا عندنا اسكندريه بيبقى فيها يعني كمان في مكتبه اسكندريه قطب ثقافي كبير محليا واقليميا ودوليا، لكن وبيعمل معرض كمان، وهيئه الكتاب بتعمل معرض في اسكندريه، لكن احنا دلوقتي معارض المحافظات دي هي خلاص بقت جزء اصلا من الحاله الثقافيه في محافظات، ودلوقتي ليها دورات كتير في راس البر، تلاقي حتى هنا في القاهرة المعارض الرمضانية اللي بتتعمل في المناسبات. احنا الفكرة ان هو يعني الهدف من القصة كلها ايه؟ انت محتاج انك انت تخلي الوسيط الثقافي دايما قريب من الناس وموجود في تفاصيل حياتهم وموجود في تفاصيل الاحداث اليومية بتاعتهم يقابلوا. احنا يعني عايزينه يروح للكتاب، وعايزينه كمان يقابل الكتاب بالصدفة، صحيح، ويقابله في المترو، ياما يكون في أماكن انتظار يكون فيها كتب. لأنه أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا ده رصيدنا كله، يعني رصيد مصر من الإنتاج الثقافي وإنتاج، إحنا دايما يعني دولة بتنتج الحضارة، صحيح، تمام. فهو إحنا محتاجين إن إحنا عشان نقدر نحافظ على ده، إحنا بلد كبيرة جدا، يعني محتاجين ان احنا يكون وجود الكتاب في حياتنا. وانا بتكلم دايما مع البيت المصري والاسره المصريه، احنا دلوقتي في سباق عالمي على الناس تحاول توصل لمستوى تعليم افضل، توصل لمستوى وعي افضل. انت عندك حل سهل جدا، انت عندك حل سهل لكل بيت. انا بقول لكل بيت، كل اب وكل ام محتاجين ان هم يعرفوا حاجه مهمه جدا، انتوا عندكم حل سهل جدا يقدر يسهل لكم مهمة تربية ولادكم، ويقدر يوصلهم يعني لمراحل انتوا نفسكم مش متخيلين ان كنتوا تقدروا توصلوا لها. التحولات كلها بتحصل بين صفحات الكتب، تمام؟ انت تقدر توصل لمستوى ودرجة وعي مهمة لما يكون عندك كتب، عندك تعمل مكتبة صغيرة. وثانيا يعني الدولة، احنا في مصر هنا يعني أسعار الكتب عالميا بقت رهيبة، الأسعار فعلا بقت رهيبة، وبقي موضوع ومع التحولات الاقتصادية على مستوى العالم
لما يكون بلد زي مصر عندها كمية المشاريع القومية الخاصة بإنتاج الكتاب ومكتبة الأسرة، وعندنا هنا حتى سور الأزبكية للمشاريع المعارض، يعني على فكرة سور الأزبكية السنة دي عملوا معرض كمان من أجمل معارض الكتاب. صحيح. أنا حضرتها وتشرفت وقمنا بتخطيط وتغطية خاصة للأهرام، ومعرض جميل جدا، وكان فيه شغل مفاجئ وشغل احترافي. والشباب هناك يعني، وانا عايز احييهم يعني، وعايز احيي الاستاذ مصطفى هاشم، واحيي كل الناس اللي عملت شغل في معرض سور الازبكيه. احنا في حاجات كتير بتحصل، وعلى فكره الناس برضو فاكره ان احيانا في مؤشرات لحركه الترندات وحركه اهتمامات الراي العام. الناس فاكره ان المصريين مش بيهتموا بالكتب، غير صحيح. المصريين، والدليل على كده دايما قوائم الاكثر مبيعا، يعني احنا لما نيجي نلاقي في معرض الكتاب في القاهره او حتى المعارض المحليه اللي حضرتك بتقولي عليها، لما الاقي كتب شديده الاهميه مثلا صادره عن المركز القومي للترجمه وبعضها شديد التخصص ويكون في الاكثر مبيعا، لا المصريين بيعرفوا يختاروا كتب حقيقي، ومش بينتصروا على فكره لكتاب عبثا يعني. يعني ما فيش يعني دلوقتي حملات الترويج المزيفه بتاعه السوشيال ميديا والحاجات دي احيانا بتدي انطباعات خاطئه، لكن الناس لا تخدع الكتاب حقيقي. انا عايز اقول لحضرتك استاذ مصطفى ان احنا خلال السنه دي الحقيقه على مدى يعني السنه كلها احنا عملنا الحقيقه حلقات متنوعه جدا. انا السنه دي لقيت قدر كبير جدا من التنوع في نوعيه الكتب اللي اتكلمنا عنها، نوعيه الكتاب اللي قابلتهم في يحكى أنا، المعارض اللي اتكلمنا عنها، واهم الاحداث الثقافيه. حقيقي بجد كان في نشاط ثقافي كبير جدا في مصر 2022 فيما يتعلق بكل ما هو مهم لصناعه الكتاب او لصناعه الكتب. الصناعه دي في حد ذاتها كانت الحقيقه محققه نجاحات كبيرة جدا، رغم كل الصعوبات، رغم كل الأزمات، رغم الأوبئة، رغم كل المشاكل اللي مرينا بيها السنوات اللي فاتت، لكن الحقيقة هذه الصناعة قدرت أنها تحافظ على نفسها وكمان تطور نفسها. صحيح. هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا زي ما قلت لك إحنا بلد بتنتج الحضارة، فإحنا المطلوب من الجهات سواء الجهات الرسمية، يعني إحنا عندنا أهم ناشر وأكبر ناشر عربي هو الهيئة المصرية لعمل الكتاب. ده أكبر جهة بتنتج كتب في العالم العربي، دي جهه رسميه تتبع لوزاره الثقافه. طبعًا. عندنا بقى كمان جهات النشر الخاصه، عندنا دور نشر مصريه خاصه كبيره جدا، وعندنا شغل وحركه وتنوع كبير جدا. انا زي ما بقول لحضرتك مصر بلد هادره، احنا ازاي ان احنا نقدر نحط ده في طريقه بقى الصحيح، نحطه في التراكس الخاصه بتسويقه بشكل كويس. الكتاب انا بقول لحضرتك قدامهم حاليا تحديات، وهي ان في احداث، اولا احداث متتاليه كتير، يعني السنه دي كان في حدث عالمي خطير وهو الحرب الروسيه الاوكرانيه. طبعا الحاجات دي ودي ليها تاثيرات حتى على مستوى اهتمامات الناس، على جميع المستويات كان ليها تداعيات كتيره طبعا. جدا طبعا. فاحنا عندنا تحديات على مستوى الروايه والانتاج الادبي، خاصه ان دلوقتي كمان الانتاجات الدراميه والتلفزيونيه دلوقتي ابتدى تعود بقوه، ان يبقى في معين من الانتاج الروائي في عالم الادب. احنا دلوقتي تحول لعمل. صحيح. يعني احنا حاليا دلوقتي في الايام الاخيره من السنه وبدايه العام الجديد بنستعد لانتاج جديد بنشوفه بالاستاذ الكبير اسامه انور عكاشه، واحنا تشرفنا على فكره السنه دي ان كان في حدث مهم برضو السنه دي، ان احنا في هيئه الكتاب عملنا له اصدار تذكاري ضخم جدا نتمنى ان هو يليق بيه، وكان مهم. ده كان من اهم الاصدارات الخاصه بهيئه الكتاب على فكره بالنسبه لنا، احنا شايفين ان هو كان من اهم شغل فنون، من اهم شغل فنون السنه دي، وساعدتنا فيه اسرته، يعني بنشكر بنته الاعلاميه الاستاذه نسرين. طبعا عظيم، كاتب عظيم، كاتب عظيم طبعا. فانا اللي اقصده ايه، ان هو دلوقتي في تحديات موجوده بالنسبه للروايه. كمان احنا عندنا جزء مهم مرتبط بانتاجنا وابداعاتنا في الكتب، وهو خاص بسيرتنا احنا نفسنا، السيره المصريه نفسها في الفن وفي الدراما والسيره الاجتماعيه وسيره الادب. صح. وطبعا كان في حتى احداث مرتبطه بشخصيات مهمه، كان فيها حتى بعض الصراعات على بعض الشخصيات، ان شخصيه مش عارف مين عمل ايه الاول. فده انا شايف ان ده يعني ظاهره محموده جدا، ان بقى في اتجاه ان الناس نستعيد الانتاجات الابداعيه السير الموجوده العظيمه عندنا للشخصيات المهمه. ده كان موجود السنه اللي فاتت وصدرت كتب مهمه
في بحر السيرة ده، وعلى فكرة السنة الجاية أنا متوقع المزيد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم شوية عن الجوائز، والحقيقة إنه قد إيه كمان مهم التقدير، وقد إيه كمان الجوائز الأدبية الحقيقة بالنسبة للكتب أو بالنسبة للكتاب كان ليها يعني مكان كبير السنة دي في 2022. أهم الكتب والكتاب اللي حصدوا جوائز في 2022. طبعا هو يعني الجوائز في جوائز يعني بتتنوع الجوائز في أهدافها والإشارات اللي بتحملها يعني. في جوائز رفيعة القيمة ورفيعة المستوى، زي مثلا جائزة النيل. جائزة النيل هي تعتبر أهم جائزة أدبية بتقدمها مصر، ودي بيحصدها الكتاب اللي احنا يعني قررنا وشفنا ان هم يعني أصبحوا وسام موجود على صدر الثقافة المصرية. تمام، ويستحقوا التقدير. ويستحقوا التقدير طبعاً. واحنا على فكره الاعتناء بالقيمه دي، يعني انت مش هتقدر تصنع الخطوات الجايه من غير ما تكون قدرت تبص كويس للخطوات اللي فاتت. صح. فاحنا جائزه النيل يعني عندنا في الروايه الاستاذ ابراهيم عبد المجيد. احنا طبعا عايزين نقول لك كل سنه وانت طيب، وربنا يحفظك ويبارك فيك اكتر وتواصل ابداعاتك اكتر. هو عنده في خلال الحاجات الكتب الموجوده مثلا حاليا في المكتبه، عنده كتاب واحنا بنتكلم على كتب السيره من اهم الاصدارات، وهو ايامنا الحلوه فقط مثلا. ده كتاب عن روح مصر وجمال مصر. تمام. فابراهيم عبد المجيد يعتبر من اهم الاسماء اللي كانت موجوده السنه دي. طبعا الجوائز كمان في مختلف الفروع النقديه دلوقتي، برضو التحديات في النقد. احنا في خلال الايام الساعات الاخيره من هذا العام كان الدائرة الثقافية المصرية، نخبة الدائرة الثقافية المصرية كمان شاركت في مكتبة اسكندرية في حوار كبير لسه مخلصينه يعني منذ ساعات، عن التحولات بتاعة الأدب وتحولات الثقافة وتحولاته. كان في نقاشات شديدة الأهمية. أنا حقيقة أنا بشكر الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية على الشغل اللي اتعمل والنقاشات المهمة جدا اللي كانت حاصلة في ده. الجوائز بتستمر انها تدي اشارات للناس عن الكتب المهمه، ولكن انا يعني اتمنى ان الكاتب ما يعتبرهاش ان هي مرجعيته ولا هدفه. لكن الوجود المصري السنه دي قوي جدا، كان في اسماء كتير جدا موجوده في القوائم القصيره. في جائزه الشيخ زايد هنلاقي كتاب مصريين كبار، الاستاذ احمد الشهاوي كان موجود، الكاتب والمبدع المصري الجميل الاستاذ شريف صالح كان موجود. في وجود مهم، وعلى فكرة في حاجات كمان وصلت يعني في أثر عنايات الزيات للشاعرة إمام مرسال، ده كتاب توج بجائزة زايد، والسنة دي برضو كان ليه وجود مهم. وعلى فكرة الدليل إن الجوائز كمان مش مرجعية كاملة، إن الكتب الأكثر مبيعا السنة دي كان فيها أسماء كتير رحلت عن عالمنا. يعني إحنا في هذه الأيام في نهاية كل سنة بتمر الذكرى الخاصة مثلا بالكاتب الكبير الأستاذ صلاح عيسى، والأستاذ نجيب محفوظ كمان. الأستاذ نجيب محفوظ طبعا في ديسمبر بيبقى عيد ميلاده طبعا. لكن اللي أقصده أنه هو يعني صلاح عيسى السنة دي، أما باجي أنا بصيت على قوائم الأكثر مبيعا وإحنا عمالين بنبص على الحصاد، محققة جامد جدا، مبيعاته عالية يعني جدا. صلاح عيسى بعد 5 سنوات على رحيله عن دنيانا يبقى مؤثرا شديد التأثير، مطلوب، وانتاجاته ما زالت هدف للدراما وموجود في الاحداث. يعني انا اللي اقصده ان هو استاذ صلاح الله يرحمه توفى، لكن هو مش يعني مش هياخد جواز دلوقتي، لكن دي جايزه بقى اهم من اي جايزه. جميل. لانك انت في الغياب موجود يعني. طيب احنا معانا الحقيقه تقرير عاملينه عن حصاد 2022 فيما يتعلق بالكتب والكتاب اللي حصدوا اهم جوائز ل 2022. نشوفه مع حضرتك ونشوفه مع كل الساده المشاهدين ونرجع لحضراتكم على طول. شهد عام 2022 تتويجاً لعدد من الكتاب والروائيين المصريين الذين حصدوا جوائز على إبداعهم. ففي مجال الرواية والقصة فاز بجائزة الدولة التشجيعية والقصة الكاتب حسام العدلي عن روايته نجع بريطانيا العظمى، والكاتب محمد إبراهيم عبد العاطي عن متوالية قصصية بعنوان حارة عليوة سابقاً. وفاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الآداب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد. وحصدت الدكتورة ريم باسيوني جائزة الدولة للتفوق في مجال الأدب. كما شهد عام 2022 فوز الكاتبة المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب.
ونالت الكاتبة فاطمة قنديل الجائزة عن عملها أقفاص فارغة، والذي اختير من بين 350 عملاً ويجمع بين الرواية والسيرة الذاتية. ومن العلامات المضيئة في 2022 هو تسلم الكاتبة المصرية مي التلمساني الوسام الفرنسية للفنون والآداب برتبة فارس، وذلك لرحلتها الطويلة في الكتابة والترجمة والتدريس وعلاقتها الممتدة مع الأدب والثقافة الفرنسية بشكل عام. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ولسه منورني في الاستوديو ضيفي الأستاذ مصطفى طاهر، المحرر الثقافي لبوابة الأهرام ومدير تحرير مجلة فنون بالهيئة العامة للكتاب. أهلا بحضرتك مرة تانية، ولسه مكملين مع بعض حلقة الحصاد. ومن وجهة نظرك في 2022 تفتكر إيه المواضيع اللي كنا محتاجين نركز عليها أكتر فنقدر نتفادى ده في السنين اللي جاية؟ إيه المواضيع اللي حسيت إن إحنا محتاجين نشتغل عليها أكتر؟ يعني هو لغاية دلوقتي احنا طبعا في احتكاك دائم من الكاتب المصري بالاحداث الاجتماعيه يعني والتحولات اللي هي ايه الانيه. يعني احنا بنشتغل، انا شايف ان احنا مركزين اكتر على احداث لسه موجوده على الكاش ميموري، لسه موجوده في الملعب، لكن احنا انا شايف ان لسه محتاجين نعمل اعاده قراءه اكتر لتاريخنا الزاخر. لان احنا دلوقتي انا ما ينفعش ان انا اقيس بلد زي مصر يعني بكل هذا التراكم وكل هذه الحالة الحضارية المذهلة، تحليلها انك انت تشتبك مع حاجات فورا، انا شايف ان هو ده مش دايما بيكون يعني احسن حاجة تتعمل. لكن انت عندك في حاجات لسه محتاج انك انت تقدر تقيمها بشكل يعني بشكل احسن، ونكتب عليها اكتر، ونكتب عنها اكتر، وشخصيات مهمة. يعني احنا مثلا دلوقتي الدراما، انا شايف مثلا من الحاجات الاحداث اللي كانت مثيره جدا وكان فيها نقاشات، وانا حصل فيها نقاش بالنسبه لي حتى على المستوى الشخصي مع مستويات متعدده من الناس، يعني من درجات الوعي، زي المسلسل مثلا بتاع الاستاذ الكبير نجيب الريحاني اللي هو الضحك الباكي عن سيره نجيب الريحاني. ده حاله هي طالعه من الانتاج الدرامي ده، انا شايف ان دي حاله محموده جدا ان يكون نقاشاتنا واهتماماتنا في موضوع زي شخصيه زي دي. والدليل على كده مثلا ان من اهم الترندات الثقافيه الحاجات اللي كانت مهمه قوي السنه دي والناس ركزت فيها القصه بتاعت نجيب محفوظ والخاصه بالاغلفه بتاعته في طبيعتها الجديده، تجديد الاغلفه او اعاده تاني مره ثانيه ابتكار للاغلفه للاديب نجيب محفوظ. صحيح. فهو ده مؤشر ان هو الناس ايه الحاجات اللي الناس لغايه دلوقتي حتى عايزه تعمل لها بلوره. يعني انت في حاجات يعني مثلا، والدليل على كده حتى ان شخصيه مثلا زي كوكب الشرق ام كلثوم، يعني ام كلثوم شخصيا اللي هي يعني عاصمه الفن في الوطن العربي والشخصيه الاهم يعني اللي وصل يعني تقديرها لمرتبه لم يصل لها فنان في الشرق. ام كلثوم لما اتعمل المسلسل التلفزيوني الخاص بيها ده اعاد نظرتنا من جديد ليها ومعرفتنا بيها عند القارئ. اتعمل كتابين السنة دي عنها، اتعمل كتابين عنها بالزبط. السنة دي على فكرة السنة دي الكتاب اللي اتعمل اللي صدر عن دور أم كلثوم في المجهود الحربي ده كان رائع، ده كان رائع. احنا عملنا عنه حلقة كان رائع بصراحة، كانت أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي قد إيه اتكلم عن دورها وعن وطنيتها وقد إيه كان فيه رسائل في غاية الأهمية الحقيقة. الكتاب ده بالمناسبة من أهم طبعا كتب العام، وهو إشارة لفكرة برضو اللي احنا بنقول عليه اللي هو انك انت ممكن تعمل كتاب، ما هو انت ممكن تعمل كتاب يمر مرور العابرين ما حدش يحس بيه، لكن انت لما تيجي تعمل كتاب انت ده الراجل ده قعد لنا فصل، الأستاذ كريم المؤلف قعد لنا فصل من أجمل فصول الوطنية المصرية. صحيح. ومن أجمل فصول من مين؟ من أم كلثوم. من أم كلثوم طبعا. بقول لحضرتك من أجمل فصول الوطنية المصرية ومن أجمل الفصول الفنية المصرية كمان. صحيح. ليه؟ لأن هو ده مشتبك مع واقعنا الاجتماعي وحالتنا، ده يخليك تتأمل. ما هو احنا بنقول ليه ان احنا محتاجين ننظر في سيرتنا مرة أخرى، ليه؟ لأن هو ده هي كل الإشارات والعلامات والدلالات على اللي جاي احنا نقدر نشوفها. احنا ما نشوف أم كلثوم تعمل ايه لما أي فنان لسه بيبدأ حياته ويشوف أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي عملت ايه مع بلدها، عملت ايه حتى مع نفسها. صح. ده هو صح. الموضوع على احنا فكرة عشان كنا بنتكلم يعني عن سنوات المجهود الحربي تحديدا، يعني على فكرة حتى في سنوات المجهود الحربي أم كلثوم
عملت لنفسها لان هو ده واجبنا، هو طبعًا الفنان طبعًا. انت بتعمل لبلدك، انت بتعمل لبلدك اول صح. شخص بيستفاد انت. خليني اقول لحضرتك حاجه كمان استاذ مصطفى جت في بالي كده واحنا بنتكلم، وهي فكره ان احنا الحقيقه في 2022 كان عندنا من المشاريع القوميه الكبيره جدا اللي جواها حكايات كتير واللي جواها تفاصيل كتير واللي جواها ممكن يطلع منها روايات وكلام كتير جدا وقصص نجاح كبيره جدا الحقيقه ممكن تطلع منها. اعتقد ان احنا كمان من يعني مهم جدا ان احنا نركز ونوثق المشاريع القوميه بطريقه ادبيه ثقافيه جميله تكون طبعا. موثقه وتكون مقدمه بشكل كويس للقارئ. طبعا لا هو في حاجات، ما هو ده اشاره لده. هو احنا ليه لازم نبص نعمل اعاده تقييم لتاريخنا؟ ما هو المشاريع القوميه دي هي فصل جديد في تاريخنا. هو ده احنا عنايتنا يعني احنا دلوقتي مثلا السنه دي كانت القاهره بتحتفل بتتويجها عاصمه للثقافه الاسلاميه السنه دي، وكان في احتفاء كبير واصدرنا طلعنا اصدار تذكاري عن القاهره وكان في وجود كبير جدا للعاصمه الهادره تمام على الساحه. هو ده ليه؟ ما هو ده لان احنا القاهره بتكتب فصلا جديدا ليها وعاصمتنا الإدارية الجديدة صحيح. اللي احنا بنعملها، ما هو ده فصل، ما احنا ده هي العاصمة الإدارية هي استكمال للقصة بالظبط. فأنت إعادة نظرك لتاريخك هو ده اللي هو ده الدور اللي أنت المفروض تعمله كمثقف تمام عشان خاطر تساعد الدولة إن هي تكمل حكاية، ما هي طبعًا. دي حكايتنا. توثيق الإنجازات، توثيق طبعًا. النجاحات، توثيق المشاريع الناجحة، توثيق النجاحات اللي مصر حققتها خلال السبع سنين اللي فاتت، أعتقد إن ده كمان دور مهم جدًا إن إحنا نوثقه بطريقة أيًا ما كانت هي الطريقة، وثائقية، تاريخية، أدبية، روائية، على حسب طبعًا نوع الكاتب طبعًا. أو على حسب مين اللي بيكتب، أعتقد إنه مهم جدًا إن إحنا نوثق كل النجاحات اللي نجحناها وكل الإنجازات اللي قدرنا ننجزها في السبع سنين اللي فاتوا. لازم ده يتم توثيقه علشان اللي جاي كله يعرف طبعًا. واللي جاي كله يقرا بكل بقى اشكال الادب. طبعا انا هقول لحضرتك حاجه، الدوله المصريه في خلال الثمان سنوات الماضيه انا شايف ان الثقافه المصريه يعني اكتسبت مكاسب تمام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت شيء مهم جدا بعيدا بقى عن اي شيء، ده كلام مصري، ده كلام يحاسبنا عليه التاريخ. الانتاجات الثقافيه اللي بتحصل والاحداث والمشاريع اللي كانت متوقفه، على فكره احنا البعد الثقافي ده كان مهم جدا على فكره في خطه الدوله في خلال السنوات الماضيه طبعاً. وظهر في حاجات كتير جدا، ظهر حتى في مشروعات قوميه، مشروع مثلا زي سينما الشعب اللي كان من اهم المشروعات اللي ظهرت في 2022. ما هو ده دليل على ان فكره الدوله عايزه ايه من الثقافه. في مشاريع كانت واقفه، مشروع زي متحف نجيب محفوظ، مدينه الفنون والثقافه اللي هيتم افتتاحها قريبا، مدينه الثقافه والفنون صحيح، متحف نجيب محفوظ اللي فضل الدوله المصريه 10-12 سنه كان موجود ما كانتش عارفه تخلصه، خلص في خلال تلك السنوات. خطط النشر الموجوده اللي بتعملها وزاره الثقافه حاليا، انا هقول لحضرتك على حاجه، الهيئه العامه لقصور الثقافه تمام، وهي مش يعني هي الجهه مش الجهه الرسميه الرئيسية في النشر في وزارة الثقافة. أيوة. لكن النشر بتاع هيئة قصور الثقافة أنا يهمني إن أنا أحيي برضو الشاعر بصراحة جرجس شكري على المجهود الرهيب اللي عاملينه ده في كتاب مجلد طالع اللي هو مجلدات مساجد مصر، أهم الإصدارات اللي صدرت في الوطن العربي هذا العام، يعني ده فعلا الناس كانت بتدور عليه. وهو ده ما هو ده بقى دور مصر. وعلى فكره في مفاجآت كمان حتى في بعض الاصدارات فيما يخص الانجازات بتاعت الدوله كمان في الجزئيه دي، يعني في حاجه مفاجاه صديقنا الرئيس تحرير مجله الهلال الاستاذ خالد ناجح عملها مفاجاه جميله جدا في بدايه هذا العام من مجله الهلال، ودي اعرق المجلات الثقافيه المصريه والعربيه، عامل مفاجأة يعني أنا مش هنقدر نعلن عنها دلوقتي بس هتعرفوها في أول السنة إن شاء الله. يعني عامل إصدار جميل جدا، فالدنيا يعني في حاجات كتير صحيح. جاية. وعلى فكرة نظرتنا أنا زي ما بقول لحضرتك أنا شايف إن هو حتى اختيارات الناشرين والذكاء في الاختيارات بتاعت الكتب حتى اللي من تراثنا اللي بنعيد طبعها، يعني في كتب مثلا صادرة مثلا النقاد زي مثلا جليل البنداري من اهم الكتب اللي موجوده اللي هتبقى موجوده في الكتب الجديده اللي نازله، ده كتاب صادر من 50 سنه ده هو ده اعاده، احنا كده بنساعد على استكمال القصه كما يليق بها.
جميل. الحقيقة أنه توجه الدولة المصرية في التعليم والتنوير والتثقيف والاهتمام بالثقافة والاهتمام بتقدم الشعوب، إذا كان بتنويرها أو بتعليمها أو بتثقيفها أو بالاهتمام بالقراءة والصناعة بشكل عام، أعتقد أنه كان واضح جدا في 2022. خلونا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، ونرجع لحضرتك على طول أستاذ مصطفى. تفضل. شهد عام 2022 العديد من الإصدارات الهامة من الكتب والروايات التي حققت نجاحات كبيرة ونال بعضها الجوائز الأدبية المميزة، من أبرزها رواية أطلس الخفاء للكاتبة منصورة عز الدين، وتأخذنا فيها الكاتبة لرحلة داخل عقل البطل. كذلك رواية مكة القاهرة للكاتب طارق إمام، ووصلت إلى القائمة الطويلة، ومن ثم القائمة القصيرة في جائزة البوكر العالمية للرواية العربية في دورتها لعام 2022، وتدور أحداثها في زمن عام 2045. وفي مجال التنمية البشرية قدم لنا الدكتور محمد طه كتابه الخروج عن النص من جديد، ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته. وتعد الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني من أكثر الكتاب حظاً هذا العام، حيث صدرت لها رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين التي تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على مدار العام، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع، كما أنها حصدت عدداً من الجوائز عن أعمالها السابقة. وخلال عام 2022 صدرت المجموعة القصصية الأولى للروائية نورة ناجي بعنوان مثل الأفلام الساذجة، وصدرت أيضاً رواية جيد بما يكفي للكاتب حاتم حافظ، وتدور أحداث الرواية حول رحلة داخل النفس البشرية. وغير هذه الإصدارات صدرت الكثير والكثير من الكتب والروايات خلال عام 2022. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وتعالى نتكلم أستاذ مصطفى عن أشهر الترندات أو الترندز اللي حصلت في 2022. طبعا يعني سنة مليئة بالأحداث الثقافية وكتب. احنا من بداية المعرض، بداية السنة، حاجات أحداث كتير عمالة تتتالى معنا، والحاجات اللي كانت مرتبطة بالكتاب قوي خاصة دي، يعني ده كان ترند، كان شديد الارتباط بمسألة الكتاب، هو الطبعة، صدور طبعة جديدة لأديب نوبل نجيب محفوظ. تمام. طبعا هو كان نجيب محفوظ موجود مع أحد دور النشر المصرية الخاصة، وبعد كده تم بنته عملت إعادة نشر وتعاقد جديد مع مؤسستين بالتوازي، مؤسسة تتولى النشر الورقي ومؤسسة أخرى حصلت على حقوق النشر الرقمي ليه وإتاحتها مجانا عبر الويب. تمام. مؤسسة برضو دولية بره. احنا المؤسستين المشكلة حصلت فيما يخص جزئية النشر الورقي. طبعا هي طبعة نجيب محفوظ الجديدة صدرت بلاي اوت جديد تماما بمشروع لإقامة شخصية بصرية ليه، وصدرت الكتب على فكرة كان فيه اهتمام وعناية على فكرة من الناشر كبيرة جدا بالمشروع، ويعني ما كانش فيه استهتار في التعامل مع اسم نجيب محفوظ. أكيد. في الجزئية دي خالص. المشكلة بقى كانت في فكرة ان هو كان الرؤية البصرية اللي اتعملت للأغلفة الخاصة بكتب نجيب محفوظ الجديدة لم تلائم كتير من محبي الأدب بتاعه، يعني هم شافوا انها كان فيها ناحية تجريبية زيادة عن اللزوم، يعني ما كانتش طليق قوي، أصل ده أهم كاتب عربي. أكيد. وهو له شخصية وكان ليه أغلفة شديدة الأهمية، يعني وترسخت على مدار تاريخ. كان الفنان الكبير حلمي التوني كان عمل له أغلفة مهمة جدا في شخصيته في طبعاته الأخيرة، وقبلها آخرين كمان طبعاته قبل كده في مكتبة مصر زمان. فأنا الموضوع ده بصراحة كان مهم جدا، بغض النظر بقى عن أنت مع أو ضد، كانت عجباك الأغلفة أو مش عجباك، لكن هو في حد ذاته كموضوع كان مهم بالنسبة لحضرتك. هو مهم جدا بالنسبة لي، وهو الحقيقة مهم جدا بالنسبة للدائرة الثقافية وصناعة الكتاب. ليه؟ لأن هو بيحمل العديد من الإشارات. أولا أن الناس ما راحتش مثلا في خناقة ولا في قصة مرتبطة بحدث، يعني ده هم استدعوا شخصية
خلوها تتصدر المشهد، وهو أديب نوبل نجيب محفوظ بدافع الغيرة عليه طبعا، بدافع ان هم مش عاجبهم الشغل. فده عبر عن حقيقة الحاجات، الاهتمامات اللي يعني مين الكاتب الكبير والمؤثر ودوره ازاي. فنجيب محفوظ طبعا دي كانت تحية كبيرة جدا انا شايف من قراء مصر تمام لأديب نوبل نجيب محفوظ أكيد. تمام ده رقم واحد. رقم اتنين كمان فيها إشارة خاصة بجزئية ان احنا عملية التعامل مع النشر، لازم دلوقتي احنا في عالم في تنافسية كبيرة جدا، لازم تكون كل خطوة محسوبة كويس. يعني ما احنا قلنا ان احنا عندنا النشر بتاع النشر في مصر، يعني انت ما بتكون بتعمل طول الوقت طول الوقت مؤسسات الدولة هادرة قاعدة عمالة بتنتج، وقصور الثقافة بتنتج مش عارف، ويكون الانتاج بتاعك يكون بقول لحضرتك تأثير شديد. يعني انا بقول لحضرتك ان المجلدات الأربعة اللي اصدرتها وزارة الثقافة الخاصة بمساجد مصر دي كانت من اهم الكتب السنة دي، وده على فكرة مش موجود، يعني مش هتقدر تلاحظه على السوشيال ميديا، بس الناس الموجودة في المكتبات واللي بتلف في السوق واللي بيشوفوا مين اللي بيسأل على ايه كان شديد التأثير. فانا اللي اقصده ان الكتاب خاصة دلوقتي مع اتساع سوق النشر، احنا دلوقتي داخلين السنة الجاية دي، يعني احنا 2022 كانت مليانة خطوات خاصة بالتحولات اللي بتحصل في النشر الرقمي والمنصات الرقمية ومنصات نشر الكتب. في 2023 هنبتدي نلاقي بقى النتيجة، هنلاقي نتيجة لكل الخطوات دي، نتيجة وإيقاع بقى متسارع جدا جدا. يعني احنا بداية السنة دي ما كانش فيه مثلا منصة واضح ان هي ابتدت تسيطر على سوق النشر والحاجات دي والكتاب، لا السنة الجاية في خلاص بقى في أسماء ابتدت بقى ايه، ابتدت بقى بيبقى في قاعده انت قريت الكتاب ورقي ولا قريته فين ولا. فده هيبقى تحول مهم، يعني جميل. انا متوقع ان في نهايه السنه هيبقى الامور اكتر، فانت كده عليك مسؤوليه اكتر كناشر، لازم يكون في تعامل بدقه شديده جدا. انا بنصح الناشرين في ظل ازمات النشر ان هم قبل ما، يعني احنا طبعا بننادي كل الجهات الرسميه وغير الرسميه بدعم صناعه النشر في مصر والوطن العربي طبعا. حتى الجهات الرسميه في الوقت ده، لان احنا فتره صعبه والكتاب مهم جدا النهارده وبكره وبعد بكره، ويعني احنا محتاجينه. وعلى فكره احنا في زمن الكتاب، اللي الناس فاكره ان احنا مش في زمن الكتاب، لا ده احنا في زمن الكتاب. جميل. وطبعا مش عايزين ننسى الكتب المسموعه يا استاذ مصطفى، ما هو نفس الفكره، لان الحقيقه كمان كان ليها مكان كبير جدا السنه دي. نفس الفكره ده، والسنه الجايه اكتر واكتر أكتر. انا بقول لحضرتك، بص انا بقول لحضرتك انا نفسي على المستوى الشخصي تمام، يعني بقى وانا شديد الالتصاق بالكتب الورقيه وريحه الورق وحتى ريحة الجرائد، يعني بالنسبة لنا دي حاجات تحمل نوستالجيا كتير، بس أنا اللي أقصد إن هو مع تحولات الزمن والإيقاع بتاعنا، لا أنا بقى في حاجات دلوقتي منصات والسليوشنز الموجودة دي كلها، إحنا عندنا حلول كتير وبقدر أسمع الكتاب وأنا قبل ما أنام، وبقدر أسمع الكتاب مش عارف وأنا بعمل إيه في العربية بس. فدي في حلول، في حلول كتير دلوقتي بقت موجودة وهيكون فيها أكتر. فعشان كده الناشر، يعني الناشر دلوقتي مطلوب منه يركز، شوف الكتاب الورقي لما حصل غلاف ولا غلافين بقى فيهم مشكلة الدنيا اتقلبت، فانت محتاج انك انت تركز اكتر في الاختيارات، تركز اكتر ان احنا دلوقتي في ظل الضغوط الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم، تركز اكتر ان يكون الحاجه اللي تطلع لازم تكون خطوه وخطوتين وثلاثه لقدام بالنسبه لك وبالنسبه للقارئ. لازم نفكر في مصلحه القارئ، هو عايز ايه، لازم نفكر في مصلحه القارئ. اكيد اكيد. طيب خلينا نتكلم شويه عن اكتر انواع الادب اللي حضرتك بتميل ليها على المستوى الشخصي، واللي حضرتك بتحب تقرا فيها. والله بصي اقول لحضرتك على حاجه، انا طبعا انا مدارس كتير جدا في الادب، انا يعني بقرا ادب مترجم كتير جدا، في حاجات روايات بره مهمه جدا، هنا في مصر الانتاج الرواية. انا بحب اقرا روايه، يعني انا بحب اقرا ادب وبحب القصة القصيرة، وشايف ان هي برضو هيكون فيها حاجات مهمة هتحصل في اللي جاي. على فكرة كان في برضو من الأحداث المهمة ان الروائية العراقية الكبيرة إنعام كجاجي كان صدر لها مجموعة قصصية برضو، كانت على فكرة يعني كانت من الحاجات اللي كانت ملفتة في كتب السنة دي. أدب الجريمة في الحاجات المرتبطة بالدراما دلوقتي برضو عندي اهتمامات أكتر فيه، في حاجات دلوقتي يعني بعمل كده، بس الرواية طبعا الرواية. وطبعا الإنتاجات بقى كتب العلوم الإنسانية، يعني أنا المركز القومي للترجمة بالمناسبة برضو ده يعني مهم جدا الإشارة لي، أنا يعني أطالب كل مواطن مصري وكل بيت مصري بالتعرف على إصدارات مكان إحدى جهات النشر الرسمية المصرية وهو المركز القومي للترجمة. ليه؟ لأن هو بيطلع كتب، يعني أنا مش عايز أقولك شديدة الأهمية إزاي للثقافة، يعني أنا من أهم الكتب اللي صدرت في 2022 كانت من المركز القومي للترجمة. في خلال السنوات الأخيرة مثلا في كتاب مجلدين مثلا تاريخ شعبي للعالم
من مركز القومي للترجمة. ده حاجة من الكتب المذهلة يعني. احنا بنتكلم على كتب مذهلة، احنا بقى مش بنتكلم على كتاب عادي بقى ولا كتاب حلو. فدي حاجات مهمة جدا. الروايات والأدب طبعا في مصر، مصر الرواية فيها هتاخد خطوات لقدام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وعايزين نتكلم كمان عن ادب التاريخي، والحقيقه انه زي ما حضرتك اتكلمت واتكلمنا مع بعض في بدايه الحلقه عن التوثيق وعن اهم الـ 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 الاحداث اللي بتحصل على مستوى السبع سنين او الثمان سنين اللي فاتوا من مشاريع، من انجازات، من نجاحات، كمان مهم ان احنا نهتم بالادب التاريخي، لانه تاريخنا مليء بالقصص، مليء بالانجازات، مليء بالحضارات. فمحتاجين ايه في الادب التاريخي عشان نقدر نجذب القارئ أكتر من وجهة نظرك في 2023؟ طبعا هو يعني اللعب مع التاريخ زي ما بيقولوا في الناحية الأدبية موضوع خطير. محتاج أنك أنت تتعامل معاه بمسؤولية. دلوقتي في أنواع مختلفة، يعني في فروع مختلفة تبذل شكل الكتب اللي بتصدر في ده. يعني في رواية تاريخية، أنا ممكن أجيب شخصية تمام، والشخصية دي أعيد قراءة سيرتها تمام من خلال شكل أدبي. وفي حاجات بتبقى من خلال التاريخ، يعني أنا لحظة معينة مثلا، يعني أهم فيلم سينمائي صدر السنة دي نزل في دور العرض كان كيرة والجن. كيرة والجن هو كان أهم فيلم السنة دي في مصر، هو الأعلى الأفلام إيرادات بالظبط. ده هو مستدعي الظرف التاريخي. هو عمل الحكاية حتى لو كان كمان الحكاية ليها أصل تاريخي أو ما كانش ليه حتى أصل تاريخ خالص، عادي، بس ده عالم سري. أنا رحت سنة 1919 ورحت شفت بدايات القرن العشرين في مصر تمام، ومن خلال ده عملت بقى السياق التاريخي. وفي ناس كتير جدا بتعمل كده، في حاجات لطيفة اتعملت جدا من خلال استدعاء الظرف التاريخي، إن أنا أروح أقف في لحظة معينة في مسار الأحداث ووصفها. أنا عن نفسي شخصيا الكتاب اللي أنا اشتغلت عليه اللي كان فيه شغل خلال السنة دي وبتاع ده، هو مرتبط برضو بشخصية مهمة الظرف التاريخي بتاعها خلاها تتقاطع مع أحداث في الخمسينات والستينات والسبعينات تمام والثمانينات في مصر، وحضر تحولات مهمة وكان شاهد على أحداث كتير. فهو ده الرواية، وأنا على فكرة شايف إن ده هيحصل أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك أستاذ مصطفى على وجودك معنا النهاردة، والحقيقة إنه كان سنة جميلة على الوسط الثقافي والوسط الأدبي ومليئة بالأحداث المهمة زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا. أنا بشكرك على وجودك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا يا فندم، وحضرتك طيبة وحضرتك طيب وبخير دايما يا رب. وبكده بنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة هي آخر حلقة لينا في 2022. إن شاء الله سنة جديدة سعيدة جميلة على حضراتكم وعلى كل حبايبكم. الحقيقة أنا كنت سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة، ويا رب إن شاء الله تكونوا يعني مبسوطين النهاردة وبكرة وبعده وكل الأيام اللي جاية. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة سعيدة جميلة على حضراتكم، ومعاكم في السنة الجديدة بكل الكتابات الجديدة، بكل الإصدارات الجديدة، بكل المواضيع الجديدة، بكل الكتاب الجدد اللي قدروا إن هم يتميزوا ويحققوا نجاحات. كل سنة وحضراتكم طيبين. كان معاكم رانيا السيد، شكراً.